ما أقبح الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن يتعلق العبد بغير الله بحجة الشفاعة وبحجة القربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما أجهل المشرك بالله سبحانه وتعالى، كيف يترك العظيم الكريم المحسن الرؤوف اللطيف الودود التواب ويلجأ إلى المخلوق الضعيف الفقير؟ تتوكل على الله وتعتمد على الله وتلجأ إليه في الشدائد وتدعوه وتجعل أمرك كله بيد الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تعلق التمائم والحجبات، لا تعلق في الأطفال ما تعتقد أنه يحفظهم، لا تنادي الأموات، لا تستغف بالغائبين، لا تلجأ إلى أصحاب القبور، فارقوا الدنيا وماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. لا أدعو إلا الله، لا أقول يا شيخ فلان أنجدني وأنقذني وأغثني، وأنت الذي تفرج الكربات وأنت الذي تنجي من الملمات وأنت وأنت. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، وعظ الله سبحانه وتعالى العباد في كتابه بمواعظ كثيرة وجمة، ومن تلك المواعظ آية عظيمة من سورة الأنعام، وهي الآية 94 من هذه السورة الكريمة. قال الله تعالى فيها: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه الآية معاشر المؤمنين فيها فوائد عظيمة، ونقف بحول الله تعالى وقوته مع بعضها، وهي 4 فوائد. الفائدة الأولى والوقفة الأولى، قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا. خلقك الله وحدك ويميتك وحدك ويبعثك وحدك سبحانه وتعالى. إذا فعلت طاعة فإن خيرها يعود إليك، وإذا فعلت معصية فإن شرها يعود عليك. قال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: صعودا جبلا في جهنم، سأرهقه صعودا أي سأرهقه جبلا في جهنم في النار، يصعده 70 سنة فإذا صعد ذروته سقط منها. ثم إنك في هذه الحياة الدنيا إن عملت الأعمال الصالحة فإن خيرها يعود إليك أنت، أنت الذي تنتفع بها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا أسأت فإن هذه الإساءة وإن هذا الشر يعود عليك أنت. ثم إذا مت تموت وحدك وتبعث وحدك،
قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا إلى آخر الآيات. فالواجب عليك يا عبد الله أن تعرف هذا الأمر حقيقة المعرفة، أنك خلقت وحدك وأن المسؤولية مسؤوليتك وحدك. اعمل لنفسك، اعمل الطاعة واترك المعصية وجاهد النفس في محاربة الشهوات وفي الإحجام عنها وفي تسييرها في المسار الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قم الليل وصل لله تعالى لعله يقبلك، وتب إليه وأنب إليه، وقرأ كتاب الله، وأكثر من ذكره، وبر الوالدين، وأحسن إلى الجيران، وبلغ دين الله لعل الله يقبل منك سبحانه وتعالى. ولا تعتمد على فلان أو فلان أو على نسب أو حسب أو مال. قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، تتقطع الأنساب ولا تنفع، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الوقفة الثانية معاشر المؤمنين أن الخالق هو الله وحده لا شريك له. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فالذي خلقك قادر على أن يبعثك وسيبعثك سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا فيه رد على الذين ينكرون البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفيه رد على الذين يذهبون إلى المشايخ
وإلى الأولياء المزعومين يطلبون منهم الذرية. يقول أحدهم: تزوجت 5 سنوات ما أنجبت وما رزقت ولدا، أريد الولد من الشيخ الفلاني ومن الولي الفلاني ومن الصالح الفلاني. وهذا كفر بالله تعالى، لأن الخالق هو الله وحده لا شريك له، كيف يخلق هذا وهو مخلوق؟ وكيف يهب الذرية وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف يهب الذرية وهو ضعيف موهوب؟ وهب الله والديه، هو وهبه لوالديه، كيف يهب وهو مخلوق والله هو الخالق سبحانه وتعالى؟ أن فلانا رجل صالح، وأنه ما دام أنه صالح فإنه يهب الذرية. والله تعالى قال في القرآن: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وقال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد: الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وهذه فائدة عظيمة، أن الله تعالى هو الذي خولك هذه النعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي من النعم والأموال، فإنك تتركها وترحل عنها، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يقول ابن آدم: مالي مالي، هذا هو مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. تنفق المال في الأكل فتفنيه، وتنفق المال في اللباس فتبليه، أو تصدقت فأمضيت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إني والله أتعجب أشد العجب في أقوام من المسلمين يجمعون الأموال ويبنون المباني الشاهقة وقد أحل الله لهم، لكنهم يتوسعون في ذلك. تجد الواحد عنده، تجد الواحد منهم له من المال الرصيد الفلاني، وله من السيارات، له من المراكب، وله من البيوت
وله من الأراضي، ومع هذا تجده خائفا من أمر الرزق، تجده غلقا، تجده مذعورا. وصدق الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هذه الآية من أخوف الآيات، إن عذاب ربهم غير مأمون. كيف يأمن العبد عذاب الله؟ وكيف يكون عنده من المال ولا يتقي به عذاب الله؟ جاء في البخاري وفي غيره من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إذا أعطاك الله المال ووهبك المال تصدق به، اذهب إلى المستشفيات وانظر إلى الذين يتوجعون ويتألمون، بل بعضهم يفارق الحياة بسبب دواء وبسبب مرض يسير لا يجد ما يعالج به نفسه، وإن كان أجله قد تم وانقضى، لكن هذا سببه. وبعضهم من الأيتام لا يجد من ينفق عليه، وبعض الفتيات يبعن أعراضهن بسبب المال، وأنت عندك من المال وتجمع: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. قال القرطبي: الشوى جلدة الرأس، في التذكرة. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يجمع المال. والله تعالى قال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تخرج من الدنيا من غير مال ومن غير ثياب إلا الكفن، ومن غير رقيق، ومن غير مبان، ومن غير قصور، ومن غير مراكب، ومن غيرها من أمور الدنيا. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وجاء في الرواية الأخرى في الحديث الذي ذكر آنفا في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن شخير، جاءت رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وهي أيضا في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. جاء في هذه الرواية: وما سوى ذلك فذاهب، أي أنت ذاهب عنه وتاركه للناس. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتركه لهؤلاء الورثة وتتركه للناس، يتمتع به من تمتع به، وأنت في قبرك ويوم تلقى ربك تخاف من هذا المال، تسأل عنه: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ الوقفة الرابعة والأخيرة معاشر المؤمنين: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال الله تعالى:
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ما أقبح الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يتعلق العبد بغير الله بحجة الشفاعة وبحجة القربة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما أجهل المشرك بالله سبحانه وتعالى، كيف يترك العظيم الكريم المحسن الرؤوف اللطيف الودود التواب ويلجأ إلى المخلوق الضعيف الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى هو الغني والإنسان فقير، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تتوكل على الله وتعتمد على الله وتلجأ إليه في الشدائد وتدعوه وتجعل أمرك كله بيد الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تعلق التمائم والحجبات، لا تعلق في الأطفال ما تعتقد أنه يحفظهم، لا تنادي الأموات، لا تستغث بالغائبين، لا تلجأ إلى أصحاب القبور فارقوا الدنيا وماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. قال الله تعالى في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما رأيت آية أوضح من هذه الآيات. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي، إنما أداة حصر، لا أدعو إلا الله، لا أقول يا شيخ فلان أنجدني وأنقذني وأغثني وأنت الذي تفرج الكربات وأنت الذي تنجي من الملمات وأنت وأنت. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل لهذه الأمة: إني وأنا رسول الله وخير الناس وأعبد الناس وأتقاهم وأعلمهم بالله وأقربهم إلى الله وأعظمهم جاها عند الله وأعظمهم مكانة عند الله، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بأن يخاطب الناس
أنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، فكيف يقول الشيخ الفلاني الجأوا إلي وادعوني أنجكم من الكربات ومن الملمات؟ الواجب علينا معاشر المؤمنين أن نوحد الله، وهذا الأمر وهذا القول فصل ليس بهزل، من خالفه فليقتحم جهنم لا أعاده الله. من أراد أن يلجأ إلى الأموات أماته الله، ومن لجأ إلى الحي أعزه الله سبحانه وتعالى. قبحا لهؤلاء القوم، كيف يلجأ العبد إلى ضعيف إن كان حيا يأكل الطعام وهو محتاج إليه، ويشرب الماء وهو في أمس الحوجة إليه، ويأكل وبعد الأكل تكون في بطنه العذرة، ويذهب إلى الخلاء ويمرض ويموت، كيف يلجأ إليه ويترك الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله أن يبصرنا من عمى، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الموحدين في الدنيا قولا وفعلا وعقيدة ودعوة، وأن يثبتنا على ذلك، أن يدخلنا به القبر، وأن يتقبلنا وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتجاوز عنا أجمعين، واغفر لنا السيئات، وارفع عنا العيوب والمصائب، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سبل متقابلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.